رفيق الخطيب الذي أبهر هيدي كوتي، ده كان عنوان التقرير اللي الحقيقة يعني قصير جدا وفي أكتر منه بكتير طبعا في مشوار حضرتك ومسيرتك. وحضرتك كده بتتابع التقرير بتمعن، إيه أكتر حاجة يعني توقفت عندها كابتن محمد؟ هو الصوره اللي بتاعت انا والخطيب الملعب. لا انا وكابتن الخطيب، لو جبت الصوره هتلاقي فيه شبه كبير جدا مننا من بعض. يعني كابتن جوهري كان في ماتش في بطوله افريقيا وخلينا نغير الفانيلات، الارقام نفسها الارقام، انا لبست 10 والخطيب لبس 12 وانا خدت علقه بقى على ان انا خطيب. افتكروك كابتن محمود، عارف راس حربه، عارف الدوبلير. لا وكان الشعر تقريبا لو جبت الصوره هتلاقي فيه الصوره بالظبط، في كاننا اخوات بالظبط، ففي شبه. فحتى كابتن جوهر جابنا احنا الاثنين وقعدنا وقال انا عاوز اعمل حاجه وبتاع. قلت له ايه عايز تعمل ايه؟ يعني قال انا عايز اغير الارقام وعشان نموه على اللعيبه دي وكده ويبعدوا عن الخطيب بحيث ان طبعا الخطيب ياخد مراقبه وبتاع. بالظبط. في الماتش دوت عملنا جول انا والخطيب. انا عملت بريس على في ناحيه الدرجه الثانيه كده عند ال 18 بتاع الجول كده، عملت بريس وعملت تاكلينج قمت مزقيها للخطيب. الخطيب كان ظهره للجول عند السامبوكس بتاع ال 18، جول من احسن الاجوال اللي حطها الخطيب في حياته. استلمها وهو ظهره للجول وعمل لفها في البعيده، في البعيده. حتى كان هو مع في برنامج مره مع عدنان دوت بتاع الامارات تقريبا، الامارات كلمني قال لي فاكر الجول دوت؟ قلت له هو فاكره طبعا. فنقول من احسن الاجوال في الاجوال اللي جت في حياته يعني.